ورجعنا لكم مشاهدينا، وبنبتدي اولى فقرات حلقتنا معاكم النهارده، واللي هنتكلم فيها عن السياحه في اسوان وكيفيه تنشيط السياحه. بيسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده الاستاذ محمد علي عباسي، الخبير والمرشد السياحي. اهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا، منورنا. اهلا وسهلا المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. يمكن نقول في البدايه ناخد فكره عامه عن السياحة في الوقت اللي احنا فيه، ونقول مؤشرات إيجابية لزيادة عدد السياح هنا في أسوان. هو طبعا في مصر كلها دلوقتي في مؤشرات إيجابية الحمد لله بفضل الله، بداية من الصعيد والسياحة الثقافية خاصة اللي احنا بنتمتع بيها في أسوان والأقصر. والموسم ده الحمد لله من قبل أحداث غزة إلى بعدها يعني حصلت فيه بعض الطفرات البسيطة، بس الحمد لله السياحة مستقرة عندنا جدا. وأكبر دليل إن في بعض الشركات الأجنبية أكتر من 10 سنين ما كانتش بتنزل الأقصر وأسوان، إن شاء الله في رحلات شارتر لمطار الأقصر في نوفمبر القادم. فدي حاجة مؤشر جميل جدا، بالإضافة للسياحة اليابانية، طبعا هي من السياحات اللي بنقيس بها السوق دايما، ابتدت برضو ترجع. السياحة الصينية طبعا ابتدت برضو تزداد. السياحة الأسبانية عندنا طول موسم الصيف، فدي طبعا المستوى بتاعها جميل جدا. وأكتر سياحة بتدخل لنا دخل اللي هي السياحة الأمريكية، دي برضو شغالة تاني أو ابتدت تشتغل تاني بعد الأحداث الأخيرة، ابتدت الحمد لله في ثقة في مصر، وابتدت التنبؤات يعني بتاعتنا أن يزيد إن شاء الله الدخل القومي بتاعنا من السياحة كمصدر ثالث إن شاء الله، وإن شاء الله نستعيده كمصدر أول زي زمان قبل 2010 إن شاء الله. طب إزاي إحنا ننشط السياحة؟ نقول يمكن إحنا خدنا فترة كوفيد ما كانش فيه سياحة، والفترة دي يعني نقول المقارنة، إحنا إزاي ننشط السياحة؟ أول حاجة طبعا عشان ننشط السياحة لازم نبدأ من الطفل، بمعنى أن احنا ندي دورات تدريبية وتثقيفية للأطفال الأول. نبتدي بالناس اللي هي خارج مجال السياحة، ما ندخلش على السياحة بس، نبتدي الأول نعلم النشأ الصغير. يعني احنا كدورنا كمرشدين سياحيين وأكتر من 20 سنة خبرة في مجال السياحي، بندي دورات دايما لأطفال المدارس، بنعلمهم يعني ايه سائح، يعني ايه ضيف في بلدك، مين اللي هيجي بلدك وهيجي امتى، ازاي نتعامل معاه، ازاي ما نضايقهوش، ازاي نعرفه جمال بلدنا. اطفال اسوان يعرفوا معلومات بسيطه عن السد العالي، يعرفوا معلومات بسيطه عن معبد فيله وليس فيله، برضو دي حاجه دايما بنقولها خطا، تمام، وهو طبعا معبد المحبوبه ايزيس ربه الجمال او رمز الجمال في مصر القديمه، او اللي هي بيتقال عليها برضو خطا الديانه الفرعونيه. بعض المصطلحات اللي دخلت لنا في العلم والتاريخ المصري لازم برضو نصححها للاطفال عشان يتربى النشأ على حب التاريخ المصري والاثار المصريه، دي حاجه. حاجه ثانيه نبتدي بالتدريب والتوعية. أي مجال عملي أو أي مجال سياحي في الدنيا لازم ندرب النشأ. يعني أول حاجة خارجين الإعدادي بيدخلوا على مثلا معهد سياحة وفنادق، أو بيدخلوا على دبلوم سياحة وفنادق، في منه 3 سنين وفي 5 سنين، وفي بعد كده الثانوية العامة بيدخلوا سياحة وفنادق على طول، كلية سياحة وفنادق اللي هي كليتي اللي أنا متخرج منها. لازم ندرب الناس الصغيرة دي أول ما يطلعوا على حب السياحة. السياحة مقسمة لإيه؟ أو الدراسة السياحية مقسمة لإيه؟ أول حاجة إرشاد سياحي اللي هو القسم بتاعي، وبعد كده حاجة اسمها دراسات سياحية وحجوزات طيران، ودراسات فندقية أو إدارة فنادق، كل ما يختص بالفنادق. لازم نطلع جيل يحاصل على شهادة الأيزو والجودة، والحمد لله كليات الصعيد دلوقتي منهم سياحة وفنادق الأقصر، ومنهم سياحة وفنادق جامعة المنيا، من يعني من أعرق وأفضل الكليات دلوقتي اللي حصلوا على شهادة الأيزو في التعليم التبادلي الحمد لله كمان. اللي هو التعليم التعليمي، ودي احلى حاجه حصلت دلوقتي في وزاره التعليم العالي مع بعض الكليات العمليه اللي هي هيحصل المتدرب فيها او الدارس على بكالوريوس سياحه او متخصص في السياحه بعد ما يتخرج. طب لو كلمنا عن اهم مقومات السياحه الثقافيه، يعني يمكن في احنا نقول اسوان في سياحه علاجيه، في سياحه دينيه، في سياحه ثقافيه، نقول يعني اهم نمط في دول او اهم سياحه في دول، وازاي احنا نهتم بيها اكتر. طب احنا قبل ما نتكلم السياحه الثقافيه بس عشان ما نظلمش الباقيين، نعرف احنا كم نمط سياحه عندنا. هل تعرفي على كم نمط سياحه عندنا تقريبا؟ يعني علاجيه، دينيه، ثقافيه، تمام، ثلاثه، بيئيه، بيئية، مؤتمرات، رياضية، سياحة يخوت، تمام، سياحة شاطئية. في ناس بتقول فرق السياحة الترفيهية هي السياحة الشاطئية، لا في فرق بينهم، تمام. طب احنا عموما في العالم في عندنا حوالي 10 أنماط سياحية. العشر أنماط سياحية دول لازم نتعامل معاهم سيبريت، يعني كل واحدة ليها أسس
وليها عناصر جذب وليها مقومات وليها أسس تنفيذ. هنبتدي بالسياحة الثقافية، لأن احنا طبعا عندنا في الأقصر وأسوان السياحة الثقافية هي المصدر الأول للدخل، بالأخص ان احنا عندنا في الأقصر تلت آثار مصر في الأقصر، وأسوان فيها العديد من الآثار التي تجمع مختلف العصور. طبعا خطأ ان احنا بعض الناس بتقول عندنا آثار فرعونية، ما فيش حاجة اسمها آثار فرعونية، احنا كل آثارنا آثار مصرية قديمة، لكن الطراز الفني او الحقبة التاريخية طراز مصري قديم اللي هي 3-4000 سنة، واليوناني الروماني اللي هم 2000 سنة. بمعنى دايما احنا يعني بنضحك كده مع الجست بتاعنا بنقول لهم ايه، معبد فيلة ده معبد بتاع اول امبارح 2000 سنة بس. فدي حاجة من روح الدعابة اللي احنا دايما بنقولها، ان احنا عندنا اقدم من كده. يعني بمعنى مثلا عندنا 3 عواصم اساسية في مصر، ممفيس الأساسية وطيبة اللي هي اسمها واسط، في ناس كتيرة ما تعرفش ان اسم طيبة ده اساسا كان اسمها واسط اللي هي مدينة الصولجان او القوة والرخاء، وبعد كده كلمة طائبت اللي هي طيبة اللي هي معناها الجنة على الارض ليها معنى، وبعد كده الاقصر في اثناء الفتح العربي، وبعد كده العاصمة اللي هي بتاعة الفتح العربي من جوهر الصقلي اللي هي القاهرة، والإسكندرية في فترة صغيرة التي أصبحت مركز للأثار اليونانية الرومانية وليست المصرية. ليه؟ لأن الإله الذي أبرز في الإسكندرية كانت الآلهة اليونانية الرومانية. فعشان كده احنا عندنا تنوع أثري جميل جدا وتنوع تاريخي. دلوقتي للأسف الدول بتشتري لها تاريخ، احنا عندنا كل حاجة، فاحنا عايزين بس وعي. فعشان كده السياحة الثقافية أول هدف ليها ان احنا نعمل نشر ووعي ثقافي بالتاريخ، وبعد كده بالآثار، وبعد كده بالأسلوب التعاملي والتعامل مع هذا الأثر والحفاظ عليه، وبعد كده الحفاظ عليه ثابت. يعني مثلا نهتم بالنظافة بتاعته، نهتم بالإضاءة بتاعته، نهتم برفع كفاءة الخدمات اللي هي موجودة مثلا من حمامات، من استراحات، من أماكن ضلة، نفتح الأماكن مثلا الزحمة شوية من الساعة 6 الصبح بدل الساعة 8 الصبح أو 7 الصبح. تمام. نقفله مثلا بدل ما فيش عرض صوت هدوء نقفله 5 المغرب مثلا، المغرب دلوقتي 7:30 عندنا. طب ليه نقفل مثلا معبد زي معبد الكرنك الساعة 5 او نقفله الساعة 6؟ ممكن نأخره شوية. طب عندنا مثلا في الأقصر حاجة تانية برضو، غرب الأقصر، غرب الأقصر او المنطقة دي حر جدا. ليه ما نعملش فترة مسائية وهي ما فيهاش صوت وضوء، نعمل فترة مسائية وعندنا الإضاءة وعندنا الليدات وعندنا كل حاجة شغالة، ومنها نشغل الشباب ومنها نعمل دخل اضافي. ففي بعض الافكار طبعا احنا كمرشدين سياحيين حاطين ايدينا على الافكار دي وعارفين كل الحاجات اللي بتحصل. وعندنا فيديو اللي بيظهر دلوقتي ده فيديو جميل جدا انا مصوره بنفسي من طياره، دي داخله على معبد ابو سمبل. بصي ان الجمال بتاع بحيره ناصر وجبال ابشك اللي هي جبال الشلال الثاني اللي هو دي الجزء الثاني من النوبة السفلى. احنا طبعا زمان كانت البلاد النوبية تنقسم لجزئين، النوبة العليا اللي هي عاصمتها كوش، والنوبة السفلى اللي عاصمتها واباط. النوبة السفلى دي اللي هي قريبة من مصر، من الشلال الاول للشلال الثاني، الشلال الاول ده اللي تحت خزان اسوان، الشلال الثاني اللي هو بقرب من بحيرة ناصر. فكل الاجزاء دي كانت شلالات، او دي اسمها الشلال الثاني. هندخل بعد كده هنلاقي، بصوا دلوقتي هنقرب، دي بحيرة ناصر. بصوا طبعا جمال الطبيعة عندنا. هندخل على سلاسل الجبال المحيطة لبحيرة ناصر، طبعا الفيديو ده 4 دقايق. كل ده بقى بحيرة ناصر. بحيرة ناصر، بحيرة ناصر برضو مصدر اساسي للتماسيح، ومصدر اساسي لأحلى سمك بلطي بيتاكل في مصر. وعلى فكرة في شركة دلوقتي هتاخد بحيرة ناصر تبع الرئاسة اسمها مستقبل مصر على ما اظن، دي يعني دي شركة ان شاء الله هتعمل كل الاساليب السياحية. معلش المنظر طبعا ده هنا رائع، شايفين الطيارة اهي، الظل بتاع الطيارة ظاهر دلوقتي. فطبعا ممكن المناظر دي ما تبقاش طبعا يعني في فرص لاي حد ان هو يشوفها، بالاخص ان احنا طبعا عارفين احنا واحنا رايحين ابو سمبل، دي نصيحة لاي حد بيحجز طيارة يقعد على الكراسي الشمال عشان يشوف المعبد، وهو طالع من ابو سمبل لاسوان يقعد على الكراسي اليمين عشان يشوف المعبد برضه. دي نصيحه برضه جميله جدا، دي خبره في شغلنا ان احنا بنشوف معبد ابو سمبل من الطياره ذهابا وايابا. طبعا شايفين السماء الصافيه الجميله بتاعت اسوان، مناظر طبيعيه، المناظر الطبيعيه خلابه رائعه. طبعا الفيديو ده من الفيديوهات النادره والمحببه الى قلبي، انا مصوره بنفسي. يعني بحيرة ناصر، البحيرة، بحيرة ناصر برضو معلومة للسادة المشاهدين انها بتمتد 500 كيلومتر
350 في مصر و150 في السودان. ودايما انا بهزر كده لما يبقى معانا جيست هندي بقول لهم ده المحيط المصري، زي ما انتوا عندكم المحيط الهندي ده المحيط المصري بتاعنا، لانه بالفعل احنا بنعمل كروزات في بحيره ناصر، بنمشي في البحيره 4 ايام ما بنخلصهاش. في بعض المناطق جنب وادي العلاقي المنطقه دي 40 كيلو هو عرض البحيره، فبنبقى ماشيين بالفعل كاننا ماشيين في محيط. دي برضو نقول بصوا بقى دلوقتي، بصوا يا جماعه، بصوا معبد ابو سمبل اهو، شايفين المنظر؟ جميل. معبد ابو سمبل من الطياره. ده كده هتعمل خلاص لاندنج وهتنزل في المطار. تمام. وده برضو فيديو من الفيديوهات المعروضه. جميل جدا. برضو يعني حضرتك نقول الاستفاده يعني من يعني زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا تنوع في السياحه رهيب بصراحه، 10 انواع سياحيه موجوده في بلد. وفي حاجات مستحدثه ان شاء الله، يعني بيبقى فيها نوع واحد بس من السياحه وبتعمل لها تاريخ عليه. بتعمل عليها تاريخ بالظبط. فاحنا برضو نقول يعني عايزين اهتمام شويه يعني انتوا كمرشدين سياحيين وبتتابعوا مع الضيوف الاجانب والزائرين. بنتابع مع الحكومه ومع الضيوف الاجانب، احنا همزه الوصل بين الحكومه والضيوف الاجانب ومع الامن والضيوف الاجانب ومع البلدان والسفارات والضيوف الاجانب، لان احنا همزه الوصل بين الزائر اللي بيجي يقعد معاك اقل رحله عندنا اسبوع الى شهر. يعني احنا عندنا مثلا رحلات اللون كروز من اسوان للقاهره 14 ليله 15 يوم. دي بنزور فيها كل حاجه. طبعا الساده في الاعداد هيظهروا دلوقتي بعض الصور اللي هي خاصه بينا مع بعض الانماط السياحيه في مصر كلها. ده برضو فيديو حضرتك صوره دي عن دي الصور. طبعا للمناظر الجميله طبعا عندنا وبالاخص الاشرعه او المراكب الشراعيه، المراكب الشراعيه اسمها فلوكه. تمام. حتى بالانجلش الاجانب برضو مشهوره جدا. احنا عندنا فلوكه، لكن المركب عندهم اللي هي الموتور بوت اللي هي بالموتور. فالفلوكه دي رائعه جدا، وطبعا هي كمان سعرها رخيص واثر ورمز قوي من رموز اسوان. وبالاخص برضو في صوره من الصور انا متصور مع اشراع والبراند نيم بتاع اسوان، جميله جدا برضو احنا بنعملها. ده طبعا خزان اسوان ثم السد العالي. دلوقتي طب اهم تعليقات السياح الاجانب اللي بيجوا ايه اللي هم يعني بحضرتك بتلاقي ان الخدمه دي مش موجوده ونفسهم تبقى متوفره عشان يحصلوا على خدمه سياحيه افضل يعني؟ زي ما قلت لك تعليقاتهم يعني زي ما قلت لك. بص، اول حاجه في بعض الناس بتيجي من ترشيح اصدقائهم. بالظبط، اكيد طبعا. دي اول حاجه. اليوتيوب كمان يعني ما يعني نقول بيعمل دعايه اكتر طبعا. بيزور اي مكان بيصور على الفيديوهات بتاعته بتتنشر على النت، فبتبقى دعايه برضو. عشان كده احنا الاعلام البديل دايما كمرشدين سياحيين. احنا بنبرز كل الايجابيات وبنغطي على كل اي حاجه ما ينفعش نظهرها في مصر. احنا مش هنقول سلبيات. بصي دايما السلبيه تمام اللي هي المعتاده، لا في حاجات بتحصل خطا، احنا بشر. ممكن تحصل حاجه خطا وارد طبعا. تمام، خطا وارد. فاحنا دايما مثلا يعني ترعه المريوطيه قبل ما يتم تجميلها، احنا كنا الاول واحنا ماشيين بنقول للاجانب اقفلوا الستاير عشان تعرفوا تسمعوني قبل ما يدخل على الترعه عشان ما يصورهاش. تمام. دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، دور بسيط جدا بنعمله. ليه؟ اول حاجه بظهر بلدي لان انا سفير بلدي. اكيد طبعا. انا مش قاعد على مكتب، انا في الشارع. فانا زي ما قلت لك انا الاجنبي ده لازم اظهر له الكعكه اللي عندي، لو فيها بعض التلوث لازم اظهرها له ورده بلدي جميله جدا. دي حاجه. حاجه تانية عندنا الاثار بتاعتنا، الصوره اللي موجوده دلوقتي قدامنا مثلا معبد فيلا اثناء الغرق. بص الصوره دي صوره رائعه من الصور الجميله جدا اللي بتظهر لنا معبد فيلا بعد بناء خزان اسوان تم غرقه 7 شهور في السنه من 1902 ل 1912 ثم اتعلى 1934 كمان، بقى يغرق 7 شهور في السنه. طب لما اتبنى السد العالي ابتدى حضرتك كمان يغرق بقيه السنه. طب معبد بالحجر الرملي وبالقوه دي وبالكميه دي ليه ما ينفعش يتنقل بسهوله؟ لان هو الحجر الرملي هش. لازم نسيبه للاخر. احنا نقلنا حوالي 22 معبد بمساعده بعض المنظمات الاجنبيه والدول الاوروبيه اللي احنا اهديناها بعد كده بعض المعابد على فكره. يعني ما عملناش حاجه ببلاش، احنا اهديناها معابد من عندنا. بعد كده ابتدينا نعمل السد العالي اللي انتهى 1971 اللي هو افتتاحه 15 يونيو اللي هو تاريخ ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر وهو عيد اسوان القومي برضو لمعلوماتنا. وبعد كده طبعا ده معبد فيلا
من بعيد. دي صورة برضو نادرة جدا لمعبد فيلة، معبد وهو غرقان بعد بناء السد العالي. بعد كده عملنا اوفر دام او سد ركامي حواليه، شفطنا المية، ابتديناه خليناه ينشف، قعدنا نقطعه، اتكلفت تقطيعه او انقاذه 18 مليار دولار. مين اللي عمله؟ دول أوروبية مع منظمة عالمية اليونسكو. تمام. بعد كده طبعا ابتدينا نغير الطريقة، بعد ما وسعنا الجزيرة الحالية اللي هي اسمها إيجيليكا ونقلنا المعبد قطعة قطعة، أخذ 9 سنين لغاية ما خلص سنة 82. فمعبد زي ده التاريخ بتاع نقله بس ده تاريخ لوحده، تاريخ لوحده. ليه ما نقولوش عندنا؟ بص الصورة دي، الصورة دي سائحة أجنبية معايا بص على توت عنخ آمون، القناع الذهبي توت عنخ آمون. بصوا الصورة جميلة ازاي، اول واحدة على الشمال وبعد كده ظهر توت عنخ امون وبعد كده التمثال الصغير ده او الكفن الصغير اللي هو الفضي. تعرفي ده مين؟ لا محدش يعرفه للأسف. تعرف ان توت عنخ امون هو الملك الذهبي؟ عندنا بقى واحد اسمه الملك الفضي اللي هو باسونس الاول، ده في الاسرة 21. توت عنخ امون في الاسرة 18، حوالي 1500 قبل ميلاد، ده سنة 1000 قبل ميلاد، بعديه ب 500 سنة. ده اكتشفت المقبرة بتاعته 1940 قبل الحرب العالمية الثانية بخمس سنين. لم يأخذ القوة الإعلامية زي توت عنخ آمون، مع ان القاعة بتاعته عنه من حضرتك. مع ان القاعة بتاعته في مصر في المتحف المصري في التحرير قوية جدا، وللأسف لما جمنا قالوا ما نقلوش برضو باسونس الاول للأسف. ايه بقى فكرة واهمية باسونس؟ عمل عاصمة قوية جدا ومعظم اثاره في مدينة اسمها تانيس. تانيس دي كانت العاصمة 14، الاقليم 14. فين تانيس دي؟ سمعت عنها؟ لا. صن الحجر الشرقية، قرية صغيرة اسمها الحسينية. صغيرة. فدي معلومات برضو الناس ما تعرفهاش. فتخيلي ان لو عملنا براندنج لصن الحجر تانيس انها عاصمة للملك الفضي. فاهمة يعني ايه؟ هنحط مدينة وسكان قرية على الخريطة السياحية. دي حاجة برضو احنا بنعملها مع الجست بتاعنا، بس طبعا لازم هيئة تنشيط سياحي وهيئة برامج سياحية وزارة السياحة تعمل الكلام ده وتساعدنا. طب ليه ما بيبقاش في زي ما حضرتك بتقول تعاون مع حضراتكم مع هيئة الاستعلامات، نقول بتبقى في كتيبات صغيرة طبعا، ودي حاجة سهلة ان هي تكتب الحاجات دي طبعا، يعني كتاريخ الزائر هيعرفها والمصري هيعرفها. تمام. ما بصي الكتيبات دلوقتي في عصر التكنولوجيا والنت ده رأي الصغير، الناس كلها ما بقتش تهوى القراءة من الكتاب الفيزيكال. معظم الناس بتقرا موبايل، هو ده بقى وظيفتنا ان احنا نعمل موقع عالمي زي الموقع دلوقتي اللي عاملاه هيئه الاثار بشراء التذاكر. تعمل نفس الموقع ده بالداتا الجديده بالتنويه الجديد، هو طبعا فيه بس مش فيش ماركتنج للموضوع صح، مفيش تنشيط للموضوع صح. يعني معلش في معظم التنميه السياحيه، هيئه التنميه السياحيه وتنشيط سياحي، مفيش مرشدين كتير في الموضوع. الا بعض مثلا الناس اللي بتروح، لا عشان مثلا بيبقى في مهمه معينه، في مهمه مثلا ترويجيه لمده يومين ثلاثه. مصر ما تتشرحش في يومين ثلاثه. ده هو الاجنبي اللي بيجي لي بيقعد اسبوع اقل حاجه في حته واحده. الاقصر بيقعد فيها اسبوع، في اسوان بيقعد فيها اسبوع. عشان يروح مصر كلها ويقعد رحله 14 يوم، بياخد 14 يوم بيزور قشور الاثار من مصر للقاهره، بدايه بفيلة او بسد العالي لغايه الهرم. وطبعا عندنا بعد كده صور في الاعداد هتتعمل دلوقتي، وهعرض لكم بعض الاكتيفيتي الجميله جدا اللي احنا بنشوفها مع الجست طبعا. طب ليه ما يبقاش يعني للحجوزات فتره اطول على اساس الزائر يتعرف على اكبر قدر ممكن من الاثار في اسوان في مصر عامه؟ يعني عشان اول حاجه الجو، عشان الرحلات بتاعتهم او الشغل اللي هي الاجازات بتاعتهم. بمعنى ان احنا عندنا الموسم الشتوي طبعا اسوان المشتى العالمي. فاحنا بدايه الجو امتى؟ دلوقتي يا دوبك لسه الجو متحسن وبقى 35. قبل كده احنا شغالين في 50 و55 في الظل، او مثلا ممكن يبقى اكتر من كده بالاضافه طبعا للرطوبه اللي تعرضنا لها السنه دي. الجست الاجنبي ما يقدرش يجي في الوقت ده في بالاضافه لان الاسباني بيبقى موجود في الوقت ده. طب ليه الاسباني بيجي في الحر ده؟ نقول الجو قريب من جونا ولا قريب في الرطوبه. بس كمان ده عامل اقتصادي للاسبان انهم بيأجروا بيوتهم هناك تايم شير وبييجوا في الوقت ده في مصر. وكمان العنصر الاسباني برضو مش كلهم الاقتصاد بتاعهم عالي، فبيحبوا السياحه برضو تبقى بالريت بتاعها قليل، اسعار خفيف. حاجه تانية برضو احنا بننوه عليها ان يا ريت يبقى فيه زي الدول السياحيه الكبيره جدا
في نظام تسعيري، يعني مثلا الفندق الخمس نجوم البادجت بتاعه من كذا لكذا، ما لقيش حد بينافس، او هي مش منافسه، هي منافسه غير شريفه، بيدخل بيضرب السعر. مثلا الفنادق مثلا في دوله حديثه لسه تاريخها من 97، في فندق شهير جدا كوبايه القهوه فيه ب $175. احنا الهوت اير بالون او البالون الطائر اللي في الاسر عندنا بيتعمل مثلا ب $100 و$120، في تركيا ب $150 و$250. والناس دي ممكن يعني يبقى الموضوع ده يعني على عاتق وزاره السياحه ان هي تحدد اسعار. لازم هي في اداره اسمها هيئه اداره البرامج السياحيه، هو ده شغلها في وزاره السياحه. هي وزاره السياحه دي الاداره اللي فيها تنظم بقى الاسعار، تنظم لازم طبعا. لازم طبعا ده كله هي تنظم ويتحط قانون للموضوع ده اللي هو لائحه داخليه للتسعير في كل الخدمات السياحيه. لان احنا بنشوف بيبقى في تفاوت يعني في الاسعار حتى كمصريين، يعني بالاضافه للطيران. يعني ايه تذكره دخلت تبقى 7000 جنيه ودولي يبقى بنفس السعر 7000 جنيه؟ طب ازاي؟ تمام، دي حاجه. حاجه تانية في الموسم السياحي بتلاقي مثلا انت دخلت على السيستم عايز تحجز قبلها بشهر، تلاقي مصر الطيران حاطه الاسعار الغاليه بس او الدرجات الغاليه بس. طب الاسعار الرخيصه بتصدر قبلها باسبوع واسبوعين، ودي على تجربه علميه. انتوا بقى كمرشدين يعني المفروض يعني الحاجات اللي بتبقى يعني نقول يعني بتقلل او بتدي صوره مش حلوه على السياحه في مصر، يعني انتوا توصلوها للمسؤولين سواء في وزاره الطيران وزاره السياحه. ما بنسيبش حد، احنا بنوصل يعني العمليه تبقى منظمه على اساس يبقى في سياحه اكتر. يعني طبعا هي الموضوع عموما احنا بنوصل بايميلات بفويسات بالريفيوهات للجست، احنا كلنا عندنا ريفيوهات، صفحات للريفيوهات بتاعتنا. تمام، يعني انا كل البيج وكل الفيديوهات اللي انا بنزلها وكل الصور اللي هتتعرض دلوقتي في الحلقه دي كلها انا مصورها بنفسي، مش اخدها من حد. بمعنى ايه؟ ان دي طبعا دي حقوق نشر الطبع بتاعتي، ما ينفعش اخد طبعا حاجه او حاجه من حد خارجي واجي انشرها. دي الثقافه دي مش موجوده. دي حاجه. حاجه ثانيه ان انا لما باجي اعرض بيبقى عندي تاريخ الصوره، الصورة دي اتصورت امتى وجت فين واتعملت ايه. يعني في صورة من الصور هتعرض دلوقتي مثلا كانت عندنا من ايام 2009 مع الملحق الثقافي البريطاني. عندنا ناس مثلا كتير اصحابنا ملحق الثقافي الصيني، وزير التربية والتعليم سيرة وزراء سابقين، وفي لواءات شرطة وجيش ومخابرات بينزلوا مثلا معانا. تمام، الناس دي كلها احنا واجبنا، بص يا فندم احنا عندنا مصايب 1 2 3 احنا عايزين نحلها لو سمحت. فالحمد لله بنساعد. فعشان كده الحمد لله احنا بدورنا ان احنا بنبقى قريبين من المسؤولين في الدوله، بننزل نشتغل معاهم دايما في على المواقع السياحيه وعلى الارض. تمام، وده الحمد لله احنا بنقدر يعني حلفان القسم اللي احنا قلناه اول ما تخرجنا من الكليه واشتغلنا مرشدين سياحيين ان احنا نرعى مصالح البلد. زينا زي اي جندي في المعركه نفسها. طب ده بالنسبة نقول للحكومة والوزارات المعنية بالسياحة في تنشيط السياحة وتقديم صورة جميلة للسياحة في مصر. برضو احنا كأفراد او الأفراد اللي بيتعاملوا مع السياح الأجانب من أصغر نقول يعني بالطلبة. شاب في الشارع لكل اللي بيتعاملوا مع السياحة، برضو محتاجين ان احنا يبقى فيه نوعيهم ان يبقى فيه يعني تعامل جيد مع السياح، ما يبقاش فيه الاستغلال او الالحاح في شراء الحاجه او في بيع الحاجه. يعني بنشوف مواقف كتير برضو مش ظريفه يعني من الافراد. يعني تمام، هو ده اللي بنعمله بالفعل، بالاخص ان احنا لما بنيجي نشتغل مع الطلبه، وفي صوره برضو لفريق الاعداد لو يسمح ان احنا نعرضها دلوقتي. الصوره دي مع مدرسه خاصه في السد العالي، بنعمل لهم زي دورات تدريبيه واثريه وشرح. بنعلمهم ايه المكان، وبنعلمهم انتوا هتشوفوا اجانب حوالينا، الاجانب دول بنتعامل معاهم ازاي، الاثر ده بنتعامل معاه ازاي، يعني ممنوع اللبس، ممنوع الاعاد، ما نطلعش فوق الحجر، الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بتعمل تنميه في دماغ الطفل من هو صغير، يطلع يعلم اللي بعديه، زي ما احنا اتعلمنا من الكبار الله يرحمهم او يجازيهم خير زي ما علمونا، برضو احنا بنعلم الاطفال والنشء الصغير، وبالاضافه كمان للنشء الكبير او متوسط الاعمار اللي هم مثلا زي الاعدادي او الثانوي، بنخليهم دايما يفهموا يعني ايه طبيعه اثر، يعني ايه طبيعه سياحه، يعني ايه مقومات سياحيه، يعني ايه سائح جاي اللي هو ضيفك. دايما احنا ما بنقولش كلمه زبون، بنحب نقولها ضيف، مع الاختلاف طبعا مع المسمى نفسه، لان طبعا ده بيجي باجر واحنا بنحصل على اجر مع الخدمه بتاعته، بس هو ضيفي، بمعنى ان حتى لو في حاجه بدون اجر لازم اعملها له، لان هو ضيف في
في بيتي وفي بلدي الكبيرة اللي هي بيتي الكبير. أكيد طبعا. أستاذ محمد علي العباسي الخبير والمرشد السياحي، شرفتنا النهاردة، وبنتمنى إن شاء الله نشوف يعني أعداد زيادة في نسبة السياح بإذن الله في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي إن شاء الله. إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله موسم موفق لجميع الزملاء وجميع المصريين، ويعم الخير على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. مشاهدينا نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا النهارده.